شغلانه ايه اللي انت عايزها طول؟ امال المحل ده مش شغل ولا ايه؟ لا يا شكري، ده استثمار فلوس مش شغل. قرشين دفعتهم وباخد عنهم ربح، لكن في النهايه لا حاضر اقف ابيع في المحل ولا حسافر اسكندريه اشغل الوكاله اذا رجعت لنا. انا عايز شغل، شغل بحق وحقيقي. زي ايه يعني؟ اهو اي شغلانه بعيد عن البيت. والله انا حاسس بيك يا طلبه، بس مش عارف ايه الشغلانه اللي تناسبك. انا نفسي مش عارف. انا راجل عسكري عشت طول عمري في الجيش وما اعرفش شغلانه غير. ومفيش جيش، قطاع خاص. بالظبط. شفت بقى مشكلتي عامله ازاي؟ لا مشكله ولا حاجه، ان شاء الله هلاقي لها حل. يا ريت يا شكري، يا ريت. هو الواد خالد اتاخر كده ليه؟ هتوحشيني قوي لما انزل. خلاص ما تنزلش. انا لو ما نزلتش انت عارفه ممكن يطلع لنا اي حد من جوه. محدش هيجي خالص، خليك قاعد معايا شويه. ولا يهمنا. انت وحشاني دلوقتي. واخرتها يعني. هو الوقت مش اتاخر كده وفي مدرسه الصبح؟ ماما. انا افتكر الساعه لسه 10. ايه؟ ما وراكوش مذاكره ولا ايه؟ دي ثانويه عامه. انا اللي كنت غلطانه اني وافقت على قرايه الفاتحه دي وانتوا لسه في مدارس. انا مش عارفه عصام اخوك كان جراله ايه، اتجنن ولا كان اتجنن؟ جرى ايه يا ماما، جرى ايه يا طنط؟ افتكر احنا قرينا الفاتحه وبقى من حقنا دلوقتي ان احنا نقعد مع بعض شويه. وهم دول شويه؟ ده انتوا قاعدين سوا من الساعه 7، يعني 3 ساعات. السنه هتضيع ومستقبلكم كمان يضيع في الضحك والمسايره ولا ايه؟ حضرتك شايفه ايه يا طنط؟ انا شايفه ان يوم الخميس تذاكروا طول الاسبوع، لا تدحوا طول الاسبوع، ونبقى نستحمل ميصتكم يوم الخميس وامرنا لله. ليه يا ماما كده ليه؟ عشان هو ده الصح يا حبيبتي، وما كنتوش شايفينه انتوا الاثنين، يبقى لازم انا اشوفه ولازم ابوكي واخوكي يشوفوه هما كمان. بس افتكر يا طنط، انا بعد قرايه الفاتحه بقى من حقي ان انا لا يا حبيبي، مالكش اي حقوق. لما تبقى تجيب شبكه وتلبس دبل يبقى تكلمني في الحق والمستحق. قصدك ايه يا طنط؟ قصدي احنا لسه على البر يا ابني، الفاتحه وهنصوم لها 3 ايام، واحنا لسه لا اتورطنا لا بشبكه ولا في بحر. حرام عليك يا ماما، بجد حرام. يوكاتك خيبه خفيفه وهبله. وانت يا حبيبي بقول لك ايه، ما تنساش تسلمني على ماما وبابا. اسمع، اوعى تنسى السنيوره اختك، سلم لي عليها قوي. مع السلامه. هو ايه اخت العيال الميصة والخايبة دي؟ Thank you.
كان اسبيرك يا موسى خير؟ حصل توفيق من الرب النهارده؟ لسه من الانجيل لسه. معلش بكره يجي التوفيق. يا ريت. كان يا موسى مفيش دفعة كده تحت الحساب؟ انت النهارده بقالك 3 يوم؟ طبعا طبعا. انا عارفة ان الظروف مش كويس، بس معلش ده اكل عيش، مصاريف كتير. فاهم يا مدام انجيلا فاهم. هبعت لك كوباية لبن دافي عشان تعرف تنام. ادخل. كالسبيرا اللبن. تعالي يا ليلى. ازيك النهارده؟ احسن الحمد لله. صدق ده باين عليك تعبان قوي. بلف على رجلي طول النهار عشان الشغل. بس موضوع اللغه ده فارق معايا جدا، انا حتى مش عارف اقرا الحروف بتاعتكم. يعني في حد يجي ياتينا وما يعرفش يتكلم يوناني؟ نصيب. على فكرة أنا ممكن أعلمك يوناني. طب ومن هنا لحد ما أتعلم بقى يوناني هعيش إزاي؟ ما تحملش هم. لازم أحمل هم عشان أعرف أعيش. ما تخافش هتعيش. انت حلوه قوي يا لينا. انت شايف كده؟ ومين الأعمى اللي ما يشوفش كده؟ انت من واحده بتحبها قوي. انت يهودي موسى؟ يبقى انا اقول لك هتلاقي شغل ازاي. موسى من طرف إلينا. انت بتدور على شغل موسى مش كده؟ كده مظبوط. إلينا قالت لي انك يهودي مصري. من اسكندريه. وسبت مصري ليه موسى؟ لا دي حكايه طويله بحكي لك بعدين بقى. عزرا اسمي عزرا. عزرا؟ انت عزرا صاحب المحل؟ مستغرب كده ليه؟ شايفك بتنزل الطلبات بايدك يعني. ما هو النظام هنا كده موسى، الكل بيشتغل والكل بيخدم. كل ايه؟ انا مش شايف حد غيرك. بعد ساعة هتلاقي 2 جايين هنا وانت معاهم موسى. قصدك ان انا؟ طبعا طلبات ايدينا اوامر يا موسى، احنا ما نقدرش نرفض. بعدين احنا لازم نقف جنب بعضنا مش كده ولا ايه موسى؟ مبروك مبروك يا موسى، الف مبروك. انا فرحانة قوي، فرحانة كتير. انا متشكر متشكر جدا 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 يا ايلينا، انا مش هنسى جميلك ده ابدا. تقولش كده، انت مش عارف انت غالي عندي قد ايه. طيب تصبح على خير بقى إلينا. أيوة. ليك عندي هدية. هي إيه؟ ثانية واحدة. واو ده عشاني؟ الزباين زادوا. اوكي. انت يهودي؟ يهودي مصري. يهودي بس اليهودي ملوش وطن غير اسرائيل.
خف عن موسى يا كابتن صدوق، ده مش قدك. قلت لي اسمك موسى، موسى ايه؟ موسى زكي رافع. كابتن صدوق ممكن تسيب الاسئله دي لبعدين؟ المطعم زي ما انت شايف النهارده. خلاص هات لي بيره تاني تكون ساقعه تلج. امرك. موسى ما تتضايقش من الكابتن صدوق، ده دايما كده. ده كابتن؟ لا طبعا، ده بحار عادي على سفينه شحن اسرائيليه، زبون قديم عندي هنا، ودايما بيقول لي يعني نقول له يا كابتن، وما دام بيدفع يبقى كابتن. بالظبط كده. ما انت موسى حلو قوي، شغال حلو قوي جدا زي الفل. اتعلمت ده فين؟ من حمو. حمو؟ حمو ده ايه ده؟ بعدين بحكي لك عن الموضوع ده. طيب انا هجيب البيره للكابتن صدوق، وانت شوف بقيه الزباين موسى. خساره يا عزرا، خساره. خساره ايه؟ خساره ان شاب زي ده ما يكونش في اسرائيل. لازم تقنعه يهاجر يا عزرا، لازم يهاجر. يهاجر فين؟ طب والمطعم؟ بقول لك الزباين زادوا، تقول لي يهاجر؟ مش مهم، المهم اسرائيل. لازم الكفاءات كلها تسافر هناك. اسرائيل بتكبر يا عزرا، وعايزه ايدين تعمرها. حبيبي عايز حاجه تانيه ولا اروح شوف طلبات الزباين؟ موسى في ناس عاوزين. حلوه قوي المفاجاه دي. انا بحب المفاجات قوي، عشان كده استاذنت عزرا ان استولى عليك من نص النهار. بص اذنها حلوه ازاي وانت بقالك هنا وقت طويل، يا اما بتشتغل او بتدور على شغل. لازم تتفسح، والنهارده رح تستمتع بقتنا ومعك. أنتنا حلوة جداً عشان أنت فيها. يا سلام يا موسى على كلامك الحلو، بس يا خسارة. خسارة ليه؟ الحلو ما يكملش. ليه بس؟ قلبك مش معايا يا أخي. لا مش النهاردة. ما أقدرش. ما تفكرش فيها، بس النهاردة ما تفكرش فيها. إزاي؟ خليه جواك يا أخي، وخلي براك كله عشان خاطري أنا النهاردة. ودي تيجي إزاي بقى؟ موسى أنا ما بطلبش منك إنك تحبني، أنا بس عايزاك تسيبني أحبك على طريقتي. إلينا تعال بقى. ايه موسى بركلو، ممكن كلمتين لوحدك؟ راح اكلمها وانا عامل لك الشاي اللي انت بتحبه. تحت امرك مدام انجيل. مبسوط هنا في اتينا؟ يعني بدات اتعود عليها. اللينا فرجتها لك كويس؟ اللينا بنت ممتازه وقلبها خفيف ورهيف قوي. هي كده كل فتره تقع في غرام واحد شرقي ويتهيأ لها انه حب عمرها، وبعدين بسرعة تزهق منه وتسيبه وتنساه. كتير قوي كان عندنا مشاكل بسبب قلبها ده. مفيش مشاكل ولا حاجة لحد دلوقتي. مدام انجيل بتعايزة ايه بالظبط؟ انا مش عايزة مشاكل في بانسيون بتاعي، ده مصدر رزقي الوحيد اللي ورثته عن مرحوم جوزي، وما عنديش استعداد اني اخسره لأي سبب. مفيش خسارة ولا حاجة. يا ريت. تمرين حاجه تانيه؟ شكرا.
شرفت البانسيون. موسى موسى ما تقلقش من كلامها، هي دايما كده. هي عندها حق بقى. هي حره ايوه، بس مش هتتحكم في حياتي. بعدين احنا اتفقنا ايه؟ انت ليها طول النهار والساعه لسه 9، يعني من حقي 3 ساعات كمان. إلينا ما تقولش اي حاجه، خالتي بتنام بدري بس انا بسهر. هجيلك بعد ما هي تنام عشان افرجك الحقد عليا. هجيلك لابسه وبس. يعني ايه؟ هجيلك لابسه العقد وبس. ودي شركة ايه دي بقى؟ شركة ايه ومهر ايه يا خالد؟ انت مستعجل كده ليه؟ انت ناسي انك لسه في ثانويه عامه؟ وهتفرق ايه بس يا بابا؟ احنا مش خلاص قرينا الفاتحه والحمد لله؟ ايه المانع دلوقتي ان احنا نجيب الشبكه ونلبس دبل ونبتدي نتكلم في المهر؟ يا سلام بالبساطه دي. وليه لا؟ في ايه يا طلبه؟ مالك صوتك عالي ليه؟ تعالي احضرينا يا كريم وشوفي طلبات ابنك العجيبه دي. والله انا مش عارف ايه العجيب في اللي انا بطلبه ده. سروميو مش مكفي قرايه فتحته على حبيبه القلب، لا ده عايز يجيب دبل وشبكه ويتكلم في المهر كمان بالسرعه دي يا ابني. ها قلتش حاجه انا؟ يا جماعه انا على فكره مش فاهمكم خالص، احنا مش خلاص قرينا الفاتحه؟ ايه المشكله دلوقتي ان انا نجيب الشبكه؟ مشكلتها انها محتاجه اتفاقيات وفلوس وحفلات وتضييع وقت تاني، والعمليه مش مستحمله. السنه بتخلص وسروميو حبيبة قلبه ما عندهمش وقت يذاكروا ولا يركزوا. والفلوس اللي معانا مع أرباح المحل دخلنا بيهم شركة عشان نشتري وكالة موريس، والراجل اتقبض عليه وما احناش عارفين مصير الفلوس دي هيبقى ايه. يبقى هجيب منين فلوس للشبكة واتكلم بقلب جامد على المهر؟ يا اخي اكبر بقى وحاول تفهم وتقدر. يا ريتك طلحت لاخوك. اخويا اخويا انتوا ايه؟ ما عدتوش شايفين في الدنيا كلها غير عمرو بس، حتى وهو مش هنا. يا ناس افتكروا ان عندكم ولد تاني، ولد عايش معاكم جنبكم محتاج لحبكم وحنيتكم وثقتكم كمان، ولد بيتقطع في كل لحظه عشان بتقربك كل اكبر منه. ولد اسمه خالد، ما اسموش عمرو. سامعني كويس؟ ما اسموش عمرو. الظاهر احنا غلطنا يا كريم. طبعا غلطت، وغلطه كبيره قوي كمان. انا نبهت عليك اكتر من مره ما تدخلش عزه في حركاتك الواطيه دي. طب ونعمل بقى ايه اذا كانت الست مها ما بتخرجش من غير عزه؟ سيبهم الاثنين في حالهم، ولا لك دعوه ولا بمها ولا بعزه. لا 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 لا، بقول لك يا ابو حصان ده بقى مش من حقك. عزه خطيبتك على عيني وراسي، انت حر معاها، انما مها لا لا لا. مها خطيبه عزه اصحابي ومن حقي ادافع عنها وعنه. بس ده قلبها وهي حره فيه. قلبها مع عمرو. ده كلامكم انتوا. وشعورها هي كمان. لا بقى يا سيدي، مسألة شعورها دي حاجة تخصها هي، محدش يتدخل فيها. وليد أنا بحذرك. وأنا كمان بحذرك يا عصام، ما تتدخلش في مشاعر حد. يا أخي كل واحد حر. آخرتها مش هتبقى كويسة؟ آخرتها هتبقى فل إن شاء الله. وخصوصا مع التكتيك الجديد. يعني إيه مش عارفين تلاقوها؟ الجورنال مش ممكن ينزل من غير المقال بتاع هايدي. ده بقى مقال رئيسي. كده التوزيع هيقل. دوروا لي عليها، لازم تجيبوها لي من تحت الارض، مفهوم؟ كنت عارف ان حالك هنا. لو كان حد غيرك ما كنتش فتحت له بقى زي هايدي. انا اسف. على ايه؟ ما كانش المفروض اقول لك. بالعكس انت كان لازم تقول لي يا ايزاك، انا كان لازم اعرف. وعرفتي؟ بس ما فهمتش. انا مش قادره افهم ابدا هي ليه تخلت عني، ليه انكرت امومتها، هي ليه حرمتني من حبها ليه؟ ما تتسرعيش في مشاعرك هايدي. اتسرع؟ بعد 22 سنة حرمان من أمي الحقيقية بتقولي ما تتسرعيش؟ كبرت فردة عمرها ما سابتك لوحدك، كانت دايما جنبك هايدي. بس من بعيد، من غير ما تقول إنها أمي أو تاخدني في حضنها مرة واحدة بس. عمرك ما اديتيها فرصة لكده. ولا هي حاولت. هايدي حاولي تشوفي الصورة بشكل محايد. كبرت فردة كانت بتحب الجنرال وهي أصغر منك ب5 سنين، كان ضابط صغير وسيم طموح، انبهرت بيه قبل ما تفهم الانبهار ده كانت حامل فيكي. بس كان المفروض يتجوزوا. كانت صغيره مش قد المسؤوليه،
كانت طموحاتها أكبر من سنها بكتير هايدي، عشان كده هربت. أنت شايف إن ده عذر؟ في الفترة دي كان عذر منطقي، وبعد ما استقرت وبقت عضوة كنيسة كان الاعتراف بالأمر كافي إنه يدمر مستقبلها كله. أنت لسه بتدور لها على عذر يا إيزاك؟ أظن هايدي بعد ما عرفتي هتوقفي الحملة ضدها. بالعكس. معلش يا أزهر، تأخرت عليك، أنا آسف. مش مشكلة، أهو هو ده موسى. أنت موسى زكي رافع؟ أيوة يا عصام يا ابني. لا لسه ما رجعش. طبعا قلقان، كلنا قلقانين، عينينا ما شافتش النوم طول الليل. لا 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 يا ابني ما تقلقش نفسك انت. ما يقلقش نفسه ازاي يا بابا؟ الو اي عصام، تعالى دلوقتي حالا، تعالى دور معانا على خالد، انا قلقان عليه قوي. عصام تعالى انا محتاجه لك يا بنتي. مش كده مش كده. الله، الو الو، قفل السكه. يبقى زمانه جاي. لا انا مش هستنى، مش هستنى لحد ما يجي. انا قلبي بيتقطع كل ثانيه على ابني. لا انا هنزل ادور عليه في اي حته. انزلي تروحي فين بس؟ في كل حته، في الاقسام والمستشفيات. مستشفيات؟ اصبر يا رب اصبر. طب بس ايه يا كريمه، ما تعمليش في نفسك كده. انا هلبس وانزل ادور عليه بنفسي. استنى يا بابا، معصام يجي. انا مش هستنى حد. لما يجي عصام يدور في حته تانيه. ده يمكن خالد. ده منزل خالد محمد طلبة؟ يعني انتم من الوكالة اليهودية؟ ايوه. والاخ يوسف عزقيان بعت لنا من مصر ووصانا عليك. في الخير. بتحب تسافر امتى اسرائيل؟ اسرائيل؟ وسافر ليه؟ هذا امر طبيعي. انت يهودي، واسرائيل هي ارض الميعاد لكل اليهود بالعالم. مش بالضرورة يا راجل. لا بالضرورة يسافر. أيوة أيوة، بس بدأت أستقر هنا. الاستقرار الحقيقي هنيك مو هون. الاستقرار في أي حتة يا أخينا. عموما أنا محتاج فرصة أفكر. أفكر في إيه؟ إسرائيل وطن كل يهودي. برضو محتاج فرصة أفكر. خلاص خلاص، على العموم هاي كرتنا، ولما بتاخد قرارك النهائي ابقى اتصل فينا. موسى اوعى تصدق كلامه. هو انا قدامك يهودي مبسوط ومستقر هنا قوي. شوف الزباين احسن. ايه اللي حصل يا حضره الظابط؟ ابني متهم بايه؟ قال لك ظباطات الدوريه امبارح وهو بيفتح محل قطع غيار بعد نص الليل. صحيح الكلام ده يا خالد؟ ايوه، بس ده محلنا. كنت بتفتحه متأخر ليه؟ كنت بدور على حتة بات فيها. للدرجة دي؟ يعني محل قطع الغيار ده محلكم فعلا؟ ايوه محلي. هو الحقيقة قال لنا كده، بس ما كانش معاه أي حاجة تثبت كلامه، علشان كده الدورية جابته على هنا. احنا آسفين يا سيادة اللواء. بالعكس يا ابني، ده احنا اللي آسفين. العفو سيادتك، بس بعد إذنك يعني هناخد كلمتين من حضرتك مع أي حاجة تثبت أحقيته في فتح المحل، وبعد كده هنقفل المحضر على طول. حاضر يا ابني اللي تشوفه. هنقفل المحضر وهنفتح صفحة جديدة ان شاء الله. هو ده المفروض انك تهاجر على اسرائيل. ما انا ما قلتش لا. هو ما قلتش حسب ما حكالي عزرا. كل اللي انا محتاجه شوية وقت افكر فيه. ودي حاجة عايزة تفكير؟ وانت راضي يعني بشغلانة دي؟ هو ده المستقبل اللي انت بتحلم بيه؟ سيب موسى بحاله كابتن صدوق. هو انا يعني مكتفه؟ انا بس بفهمه اللي هو مش فاهمه. ده هو فاهم كل حاجه ومرتاح هنا في شغله قوي جدا، وانا هزود له مرتبه الاسبوعي 30 درهمه ومن النهارده. ايه يا رب، وقفت ليه؟ ما في شيء، بس كنت حابب اسالك سؤال. اسال موسى، انت ليش رافض تهاجر على اسرائيل؟ مش رافض يا رب، بس مش متحمس. غريبة، كنت مفكر ان كلكم بتحلموا بهذا الشيء. لا مش كلنا، يعني عمتي اللي انا حكيت لك عنها استر عمرها ما فكرت تهاجر اسرائيل ولا تخرج بره مصر حتى.
الحقيقة اللي عم تقوله عكس كل اللي كنت فهمانه. وأنا كمان. طيب وإلينا؟ مالها؟ مو هي كمان من أسباب عدم هجرتك؟ شمعنا بقى؟ يعني كلنا بنعرف إنها بتحبك. إلينا بنت حلال بس الحقيقة أنا بحب واحدة تانية خالص. عن جد؟ طيب وإلينا شو حتعمل معها؟ ما عملش حاجة. كدابة. أنت فاكراني عبيطة؟ أنا شفتك امبارح وأنت رايحة على الأوضة بتاعته وكان شكلك. وما دامك شفتيني وأنا رايحة ما شفتينيش ليه وأنا راجعة؟ أنت عارفة أنا ما بقدرش على السهر. ما كانتش محتاجة سهر ولا حاجة، أنا رجعت بعد 5 دقايق على طول. ليه؟ لأنه قفل باب الأوضة بالمفتاح من جوا. معقولة؟ هو مش زي الباقيين. محترم. لا غبي. بس أنا مش هسيبه غير لما يجي زي غيره. أنا ما حدش يقول لي لا. أنا نفسي أعرف اللي بحبها دي شكلها إيه. برضو بتكتبي جواب لعمر؟ ايوه ماما. ما زهقتيش من الموضوع ده؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ما زهقتيش من الجوابات اللي بتكتبيها وما بتردش عليها؟ ايه اللي انت بتقولي ده بس؟ قصدي اقولك يا حبيبتي ان الموضوع باخ وطول ومش باين له اخر. ازاي بس يا ماما؟ طب هو مش لسه كان بعت لي جواب؟ جواب ايه بس يا حبيبتي؟ يا بنتي العمر بيجري والعرسان اللي دلوقتي رايحين جايين علينا، بكره هندور عليهم مش هنلاقيهم. خلاص يعني شايفاهم قاعدين لي على الباب؟ لا قاعدين مع ابوكي في الصالون. صراحة يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه. طبعا ده شرف كبير انك تيجي لحد بيتنا، لكن الحقيقة الوحيدة يا عمي هي ان انا شاري الانسة مها، شاريها اكتر مما تتخيل، لدرجة ان انا ماليش اي طلبات. بالعكس انا تحت امرها في اي طلب تطلبه، من جنيه ل20,000، وعايزها كمان من غير شنطه تدومها. ويا ترى بدبلتها ولا من غير؟ اهلا يا انسه مها. ها ما ردتش عليا، يعني بدبلتها ولا من غير؟ انا مش فاهم. انت مش فاهم ولا بتستعبط ولا مش شايف الدبله اللي في ايدي؟ الدبله دي تبقى دبله عمرو، عمرو حبيبي وخطيب اللي مش ممكن استغنى عنه ابدا. الحقيقه انك عارف ان انا مخطوبه لعمرو واني بحبه، بس عشان انت تاجر ابن تاجر قلت تيجي تفاصل وتعلي وتشتري. ما يا حبيبتي راعي انه ببيتنا. يا دي الكسوف يا ربي. انا اسف يا نسمة، بس الحكايه دي ما خطرتش على بالي ابدا، لان انت اغلى من الواحد يفاصل فيكي او يحاول يشتكي بفلوس. امال جاي تشتريني بايه؟ بقلبي يا نسمة، قلبي. انا اسف يا عمي، يظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. أنا آسف يا طنط، متزعليش مني يا نسمة، أشوف وشكم بخير يا عمي. مع السلامة يا ابني، أنست وشرفت. كده برضو؟ كده برضو يا مها؟ مليش نفس. انت لسه زعلان؟ لا ابدا، صعبان عليا نفسي. كل حاجه بعملها في حياتي بيقارنوها بعمر، كل خطوه كل كلمه بقولها. ساعات بحس ان بالنسبه لهم مجرد ظل، ظل ملوش كيان ولا شخصية. ما تكبرش الموضوع كده، هي إيه دي الحقيقة يا حسن. ماما وبابا بيحبوا عمرو قوي، عشان كده عايزين نبقى نسخة طبق الأصل ليه. بس ده ما ينفعش، عشان أنا واحد تاني، واحد ليه أحلامه ومشاعره وطموحاته. ولو كبرت وبقى ليك مشاعر وطموحات، انتوا بس اللي مش واخدين بالكم. كفايه عليكم عمرو. انت بتغير من عمرو يا خالد؟ والله ابدا،
لاخويا، مستعد اضحي بروحي عشانه، بس ما اقدرش ابقى هو، والكل لازم يعرف كده. طب بس هدي نفسك، تعال اتعشى معانا وما تكبرش الموضوع. معلش خليني براحتي. شاب زي ده خساره ما تستفيدش به اسرائيل. كابتن صادوق، نحن حاولنا كتير مع الرجال، بس الواضح انه مو متحمس. خلوه يتحمس. كابتن صادوق، انت طلبت مقابلتنا بالضبط. امشي اشوف. انا عايز اقول لكم اني مستعد اتعاون معاكم لاخر مدى عشان مصلحتي اسرائيل. مصلحتي اسرائيل؟ وانت شو مصلحتك من الشيء كله؟ مصلحتي اسرائيل. شو بتقدر تقدم لاسرائيل؟ كتير. مثل شو؟ انا من ساعه ما شفت الشاب ده وعرفت كفاءته جمعت معلومات كتير عنه، وعرفت هو متمسك ليه يفضل هنا. لانه مرتاح ومستقر. خلاص نبوظ الاستقرار ده ونقلب الراحه عذاب. كيف؟ ايكي مش كده؟ إلينا، ايه حكايتك النهارده؟ لا حكايه ولا حاجه، انا مش مرتاحه النهارده. وما لقيتي ليه؟ اوكي انا اسفه، مش حابه اجي لك تاني. شفتي بقى انك النهارده في حاجه مش مظبوط. اوكي انا مجنونه. ارتحت؟ لا ما ارتحتش. يبقى انت حر. المصري مش كده؟ اي مصري؟ موسى اللي جاب لك العقد الفالسو دي. العقد ده اغلى هديه جات لي في حياتي كلها. اغلى هديه؟ والالماز الحقيقي اللي جالك قبل كده ولا حاجه؟ يمكن عشان منك. وده؟ ده من حبيبي. إلينا مو، أنا حبيب قبلية ولا بعدية؟ أنت عارفة أنا سمعت منك كلمة حبيبي دي كم مرة من يوم ما عرفتك إلينا؟ إيكي أنا حرة. إلينا مو، بس أنا بحبك. بحبك بجد. عارفة إيكي، عارفة. وأنتي؟ أنا بحب موسى. يا فؤاد، مفيش اخبار من اتينا؟ لا لسه. يعني احنا لحد دلوقتي ما نعرفش عمرو وضعه هناك. العمليه دلوقتي يا حسن في منتصف الطريق. لا ممكن نتابع عمرو في اتينا عن طريق مندوب لينا هناك، لكن مش ممكن نتابعه مباشره لما يتنقل لمرحله التوطين المباشر في اسرائيل. ولما يتنقل للمرحله دي لازم يكون تحت اشراف عين من عيوننا هناك. المرحله دي هنسيب له حريه الحركه، يتصرف زي اي شاب يهودي ساب مصر وسافر بره يدور على رزقه. بس احنا لازم نعرف هو وصل ليه. اهم ما في المرحلة دي هو سفره لإسرائيل، وساعتها حسن هو عارف كويس قوي هيعمل ايه. طب ما عدنا يا رجل، انا كنت قاعد في السينما زي طول اغلاف برسيم ومش فاهم ولا كلمة. لسه موسى، اللغة هتاخد منك وقت كتير. طب وبعدين؟ تعرف شو أحسن طريقة بتتعلم فيها اللغة؟ ايه؟ بتصاحب بنت يونانية. لا 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 لا، أنا ماليش في السكة دي، أنا واحدة واحدة هتعلم. أهلاً أهلاً كريم موسى، واضح إنك مبسوط كتير النهاردة. الحقيقة هاتينا حلوة جدا مدام أنجلي. أنت أحلى كريم موسى. أنا عارف النهاردة فيه ميعاد دفع. عارف. اتفضل. إيه ده؟ ده خصم كريم موسى. أنت زبون ممتاز، وأنا عملت لك خصم على سعر الأولى، وهعمل لك كمان واحد شاي من اللي أنت بتحبه على حساب بنسيون. أنت فاهم حاجة؟ أنا مش فاهمة حاجة، أنت النهاردة غريب قوي. ايه اللي مش فاهماه؟ انا كلامي واضح قوي. ده متهيألك بس. خلاص اقول من الاول. يا ريت. واضح اننا اتسرعنا. اتسرعنا في ايه بالظبط؟ في قرايه الفتحة. انت ندمت انك ارتبطت بيا؟ ابدا يا ولد. امال ايه يا خالد؟ ايه يا خالد؟ احنا لسه صغيرين قوي على اننا نرتبط. جاي دلوقتي تقول كده؟ لما نقول دلوقتي احسن ما نقول بعدين. خالد انت بتتكلم بجد؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا ألفت. يعني ايه؟ اكتشفت فجأة كده انك ما بتحبنيش؟ اوعي تقولي كده يا ألفت. انت عارفة اني عمري ما حبيت ولا احب حد قدك. امال ايه؟ ما
مفيش في دي حاجه اعملها. الدنيا كلها ضد ارتباطنا، عيلتك وعيلتي، حتى اصحابك واصحابي كلهم شايفين ان ده لعب عيال. احنا مالنا ومالهم؟ بدل ما احنا مقتنعين ان احنا بنحب بعض مالناش دعوه بيهم. بس احنا برضه محتاجين لهم يا ولفت. نبقى نستحمل ونصبر لغايه ما نبقاش محتاجين لحد. ما ينفعش يا ولفت، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان ما ينفعش. انا اسف يا ولفت. مش قادرة يا عاير، مش قادرة أتصور إن بنتي تقود حملة ضدي. بنتي أنا تهز مركزي في الكنيسة والأول مرة في حياتي؟ ده مش ممكن، مش ممكن أبدا. الأخطر من ده إزاي ومنين بتجيب المعلومات اللي بتنشرها في مقالاتها دي؟ مش عارفة، أنا المعلومات دي جمعتها بنفسي عشان أواجه بيها عناصر الفساد في اللجنة الاقتصادية. طب مستنية إيه؟ ما عادش ينفع دلوقتي بعد نشر الوثائق والمستندات. هيتصور الكل ان انا بحاكمهم عشان ابعد الاتهام عن نفسي. قولي لي يا سوناتا، من غيرك ممكن يوصل للمستندات دي؟ مش عارفه، الوثائق كانت في مكتبي. حولها مين يا سوناتا؟ لا مش ممكن، مش ممكن ابدا. مين؟ مين غيرها؟ ساره حبيبتي، اقدر اعرف ايه سبب توترك الشديد؟ المستندات اللي صورتها لك هي نفسها اللي بتنشرها مختاف. متأكدة سارة؟ طبعا متأكدة، أنا رجعت المنشور على المستندات الأصلية. لو جه فرقة فرد كشفت الموضوع ده مش هترحمني وهتدمرني من غير ما يطرف لها رمش. لو هي نفس المستندات وصلت لإيد هايدي إزاي؟ لازم ترجعي المستندات دي حنين، لازم. يا سوستادرو، أنا أوزو باركالو. أهلاً أيكي، أهلاً. أول مرة تيجي الصبح يعني؟ النهاردة مش في مزاج للشغل خالص. الألماظ اللي جبته لك من جنوب أفريقيا المرة اللي فاتت عجبك؟ صدوق، مش النهاردة من فضلك. الولاد ده مضايقك مش كده؟ مضايق منه ليه يعني؟ عشان إلينا وقف هواه؟ ياه، أنا تعبت من الإجراءات دي قوي. دول قلعة من مصر. يلا بينا، خلصنا كل الورق يا بابا. لسه ورق الشحن، ربنا يستر بقى ويخلص. ايه ده موسى؟ ايه الصدفه دي؟ انت شغال هنا؟ لسه ثانيه. اهلا، ازيك يا فندم. الواحد يشتاق لمصر وريحه مصر. ما لاقيش عندكم يا ابني قهوه زي اللي بنشربها في مصر. ده لو ما فيش في اليونان كلها اعملها لسيادتك مخصوص. تحب تشربها ايه؟ على الريحه الله يكرمك. لسه ثانيه. برتقال. حاضر. شاب ممتاز، بس يا خسارة حلو ما يكملش. ليه؟ في ايه؟ يهودي. ايه؟ مش تفتح يا جرسون يا عامة. معلش، حصل خير؟ خير؟ انت مش شايف حصل ايه؟ هاخد بالي المرة الجاية. ده لو في مرة جاية. موسى حلمي يا ماما. خير الكريم؟ مش عارفة ايه طلبة. قلبي وكلني على عمر. تحسك ليه؟ ده احنا في بيتنا واللي بتكلم عنه ده ابني. ما هو اللي قافل على نفسه جوه من بدري ده برضه ابنك، مش عايزين نخسره. ربنا يحفظهم ويحميهم هما الاثنين. بقول لك ايه يا طلبه، ما تيجي كده على نفسك شويه يا اخويا وتريح الواد وتشتري له الشبكه اللي هو نفسه فيها. والله لو معايا ما كنت اتاخر. يصبر عليا شهرين ثلاثه على الاقل يكون رجعنا فلوس الوكاله وانا اجيب له كل اللي هو عايزه. طب ما تروح تقول له كده علشان تهديه وتطمنه. حاضر يا ست، حاضر. هو ده جواب جديد من معها؟ ايوه، بعتها لعمرو بكره الصبح ان شاء الله. هروح ابعته على العنوان اللي اداهولي فؤاد. بقولك ايه يا طلبه،
هما بيبعتوا الجوابات دي ازاي؟ الله اعلم، هما لهم طريقتهم. ربنا يسترها معاك يا خالد يا ابني، ويسترها معاك انت كمان يا عمرو. خالد، انا عايز اتكلم معاك شويه. اه طبعا يا بابا، اتفضل. انا مش جاي اتكلم عن اللي حصل، لا، انا عايز اقول لك حاجه لازم تعرفها وتتاكد منها. أمر يا بابا. تبقى غلطان يا ابني لو فكرت لحظة واحدة إننا ممكن نحب أخوك عمرو أكتر منك. أنا ما أقصدش يا بابا، بس حضرتك كنت دايما تقول لنا. مفيش أب ولا أم في الدنيا كلها بيحبوا حد من ولادهم أكتر من الباقيين. دايما الأم والأب يبصوا لولادهم نظرة واحدة، لأنهم دمهم ولحمهم، حتة منهم، بيشوفوا فيهم نفسهم الكبير والصغير. ولو سألت أي إنسان عاقل وحكيم مين أحب ولادك ليك، هيقولك الصغير لحد ما يكبر، والمريض لحد ما يخف، والغايب لحد ما يرجع. واخوك عمرو يا ابني غايب، وغيابه مأثر فينا كلنا، وبنفكر فيه كتير. انا ما بنساهوش ابدا يا بابا. يعني حاسس باللي احنا حاسين بيه، واكتر كمان. عمرو وحشني قوي. وحشنا كلنا يا ابني، وحشنا كلنا. ربنا سترها فعلا المره دي يا استاذ موسى، ولولا شهادتنا وشهاده عايزه كان الموضوع كبر قوي. انت قلت الحقيقه، انه كان دفاع عن النفس. ده حقيقي يا موسى، بس اللي يشوف ايكي ما يقولش كده ابدا. هو اللي ابتدى، احنا مش عملنا اللي علينا. يلا بينا بقى. طيب نستاذن احنا بقى يا موسى عشان ورانا شغل كتير لحد ما نشحن العربيه. اتفضلوا. شكر جدا، شكر قوي. سلام. هما مالهم موسى؟ الموضوع مش سهل عليهم، دول مصريين. كويس أوي إنهم شهدوا لصالحك. هم المصريين كده. أنا عارف أيكي عمل كده ليه. ليه؟ أصله بيحب إلينا. طب وأنا مالي؟ مالك إيه؟ إلينا بتحبك موسى. يبقى دي مش آخر حاجة. لا طبعًا، دي مجرد بداية. خناقة في المطعم، وبعدين بلاغ كاذب للشرطة، وبعديها حالتين تسمم من القهوة اللي بيقدمها سي موسى ده. على مرتين ثلاثة كده هتلاقي عزرا نفسه مش طايقه في المطعم. ممتاز ممتاز يا كابتن، ممتاز. اسرائيل ما رح تنسى لك الخدمه ابدا. تشجيع اليهود على الهجره واجب وطني. المهم انها تقدرها. اكيد اسرائيل هتقدر لك الشيء اللي عم تعمله. نحن من اليوم رح نعتبرك واحد من رجالنا يا كابتن صدوق. لا انا مش كابتن فعليا، يعني احنا عارفين هالشيء انه حضرتك مو كابتن. نحن بنقدر اللي بيخدمنا كتير كتير يا كابتن صدوق. تتوقفي؟ يعني ايه تتوقفي؟ الكلمة ملهاش غير معنى واحد. معنى مش عارف افهمه ولا عارف استوعبه. ده مفيش صحفي في العالم اتوقف في وسط حملة صحفية زي دي. ده احنا خلاص قربنا ننتصر. احنا عددين ثلاثة بالكتير بمستندات زي دي، هنخلص على سوناتا تماما. ما اقدرش. يعني ايه ما تقدريش هايدي؟ يعني كفاية قوي كده. احنا نشرنا عدد كبير من المستندات عن الفساد في اللجنة الاقتصادية في الكنيسة، خصوصا في مشروعات سينا. كفاية قوي اظن لغاية دلوقتي. بعدين احنا جايين نصلح، مش جايين نقتل. نقتلي؟ دي نغمة جديدة عليكي هايدي. هي دي النغمة الوحيدة اللي هعزفها في الموضوع ده. أنا أول مرة أشوفك متعصبة كده، في إيه؟ ده مش شأنك. هايدي، إذا كان في أي ضغوط عليكي من أي جهة، إحنا ممكن ناخد المستندات وأنا هخلي ديفيد يكمل الحملة. لا. هايدي استنى. قلت لك لا. عرفتي اللي حصل لوليد؟ ماله؟ عصام بيقول إنه مكتئب وبقاله أسبوع ما خرجش من البيت. والمفروض حضرته يصعب عليا؟ لا طبعا، انا بس بقول لك. خلاص يا ستي عرفنا يعني. ياه، ده انت بياعه على الاخر. وده بقى مزعلك؟ بالعكس، ده انا مبسوطه عشان اتاكدت انك لسه واقع في حب اخويا. جميل، هفضل احبه طول عمري. هو ده الكلام. ايه ده، مش معقول. طبعا يا ألفت،
انت عمرك ما جيتي للكليه، وبعدين الحاله اللي انت فيها دي واصرارك ان احنا نتقابل بره الكليه، كل ده مش عايزاني اقلق. في ايه؟ تعرفيش خالد عمل ايه؟ لا، خالد بقاله مده بيرجع من المدرسه على اوضته على طول، ما بيخرجش منها غير تاني يوم الصبح، لا بيشوف حد ولا بيكلم حد. هو عمل ايه؟ ايه دي؟ دبله. دبله ايه؟ هو انتوا كنتوا لبستوا دبل؟ دبل فضه كنا اشتريناها من مصروفنا بعد الفتح عشان يبقى شكلنا كويس قدام الناس. قصدك يعني خالد ساب لي عزه؟ ليه؟ عشان ماما مصره ولا نخرج مع بعض ولا نقعد مع بعض الا لما يجيب لي الشبكه، وباباكي مش راضي يتكلم في الموضوع ده، وخالد فضل متقطع ما بين الاثنين وجاله احباط. يعني بدل ما يحل المشكله ويواجهها هرب منها. انا بحبه قوي مش قادر استغنى عنه خالص. انا عارفه يا ألفت، عارفه. خلاص رجعي له الدبله وقولي له ان انا مش هسيب، حتى لو هو اللي سابني انا عمري ما هسيب. هي الدنيا هيك، ما ممكن تفهم حكمه الرب بسهوله. يعني انا عرفتك على ايكي مشان تبيع العقد، لا بعته ولا استمت من شره. معلش بقى يرجو نصيب. إلينا عرفت باللي صار؟ لا، ما حبيتش اوتر الموقف اكتر، بس كان لازم تعرف. بلاش احسن، مش وقت الحكاوي يا موسى، وروح شوف شغلك. معلش يا عزر. وانت خلاص يا يرجو، روح انت شوف شغلك وانا اقابلك بعد 7. اوكي. عدت على خير المرة دي كمان يا موسى. في حد يقدم بلاغ ان اقامتك هنا غير شرعية؟ يعني لازم نقدم لك طلب تصريح عمل، وإلا هيمنعوك من الشغل هنا يا موسى. مفهوم، بس واضح ان ايكي ده حاططني في دماغه ومش هيرتاح لما امشي من البلد دي. احنا ما عندناش دليل ان هو اللي قدم البلاغ ده يا موسى. مش محتاجة دليل يا عزرا، ما بينا مين ليه مصلحة تانية غيره؟ ما حدش شاف جوازته اللي انا شفته. دي كبسة على نفسي، كبسة سودة. ده حفن لا عارفة تنفس ولا حتى تلفت ورايا. معقولة معلمي كبسة على نفسك وانت متجوز من البطنية يا معلم؟ يا ريت كنت ارتحت عن كده. دول سابوا حالهم ومالهم وسكنوا في الشارع اللي فيه شقتي، يعني مكتوب عليا اشوف قرايب الست تفاحة من الصبح لحد ما تخبد انام. طب ما هم مالهم ومالك يا معلمي؟ ما انت في حالك وهم في حلالهم. والله ما انت فاهم حاجه. انا يلا غور هات لي شيش عجب. طيب انجر. طيب اجري. طيب خلصني منها على خير يا رب. اهلا 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 بالمزمزلات، مساء الخير. الله لكم وحشه. ايه ده انت طلعت تاني؟ ايوه رجعت القواعدي سالما. والله ليا نصيب امل عينيا بوشوشكم الحلوه دي. ومالها بقى الوشوش اللي في البيت يا سيدي الرجاله؟ تفاعه. يلا بينا يا ما نطلع فوق ونسيبوا القضاء. ازيك يا تفاح؟ اهلا يا هوانم، بالسلامه انتوا بقى عشان في كلمتين بيني وبين سبعي. يلا نسيبوا القضاء. اللهم لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف بي يا رب. ايوه ربنا بقى يلطف بيك. ايه اللي نمو؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ايه خديتك؟ ولا نسيت ان لسه معايا مفتاح شقتك؟ لا كده ولا كده، انتي عارفه انا دايما انبسط لما نشوفك. اه بس ما اعتقدش انك هتنبسط المره دي عايكي. ليه؟ خير؟ ايه حركات العيال اللي انت بتعملها مع موسى؟ حركات عيال؟ انتي مش عارفه الولد بتاعك ده عمل معايا ايه؟ بصي على عيني وانتي تعرفي. لا مش محتاجه ابص، انا عرفت انك ضايقته فراح ضربك علقه جامده. ضربني انا علقه؟ ايوه جامده واثرها لسه في عينك اهي. انت جاي عشان تقولي معايا الكلام السخيف ده؟ لا انا جاي عشان ارجع لك مفتاح شقتك، اخر حاجه بتربطني بيك، واقول لك لاخر مره ابعد عن موسى، لاني بحبه وهفضل احبه مهما عملت ومهما قلت. طب وانا؟ انت ولا حاجه. الو ميخالي تيكانس، انا ايكي
هاي كيلو كايدس يا. ايوه انا عارف، انا بقالي مده ما اتكلمتش معاك، بس انا عايز اشوفك ضروري، عايزك ضروري جدا جدا. ايوه عمليه من بتوع زمان، عمليه كبيره قوي. خلي يا عز. مالك؟ مفيش. هتخبي عليا؟ عشان خاطر يا عز تسيبيني في حالي، انا مش فايق اخد ودي في كلام مع حد. خلاص براحتك، بس في امانة ليك معايا. امانة ايه؟ ليه عملت كده؟ قررت ابقى واقعي، اشوف الدنيا على حقيقتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا فعلا مش قد الارتباط ولا قد مسؤولياته. جاي تقول كده دلوقتي؟ يوووو، انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ خلاص يا ستي، انا غلطان اني ابتديت الموضوع ده من الاول. كان المفروض اول ما قلبي يدق اديله على دماغه واسكته، اقول له يستنى لحد ما اشتغل واعرف اصرف على نفسي واتحمل مسؤوليه. هو في حد يقدر يسكت قلبه لما يدق؟ ما تطلعي تقولي لهم الكلام ده، او روحي قولي لام ولفت، حاولي تقنعيهم بوجهه نظرك العبقريه ديت. انا مش فاهم، لو ما حبيناش دلوقتي هنحب امتى؟ لما نعجز؟ ايوه بس ده مش من حقك. هو ايه ده اللي مش من حقي؟ قرار الانفصال مش من حقك تاخده لوحدك. لا افهم بقى، ايه اللي من حقي وايه اللي مش من حقي في الدنيا دي؟ حقك هو الامور اللي تخصك انت لوحدك وما تخصش حد تاني. كان من حقك تاخد قرار الارتباط بألفت ولا لا، تقرا فتحتها ولا ما تقراهاش، لكن لما تيجي تاخد قرار يخصكوا انتوا الاثنين لازم ترجع لها فيه. ايه اللي كنت عايزين اعمل ايه؟ اقول لها تعالي يا ولفت نسيب بعض ولا لا؟ ايوه حقها. طبعا كانت هترفض، ده قرار لازم اواجهه بنفسي. تواجهه ولا تهرب منه؟ انا ما هربتش. لا هربت، لما لقيت ان الدنيا كلها بتهاجمك هربت. فاهمين يا عزة، انا ما ينفعش اقف قدام الدنيا كلها لوحدي. ده دلوقتي، طب وبعدين؟ قصدك ايه؟ قصدي لو اتجوزت وخلفت وبقى عندك بيت واولاد واجهت نفس المشكله ولقيت الناس كلها بتهاجمك هتعمل ايه؟ هتسيب مراتك واولادك وتهرب؟ فكر في اللي قلته لك كويس وبقى رد عليا بعدين. تصبح على خير. انا عرفت ايه اللي حصل بينك وبين ايكي. يا ستي ما تحطيش في بالك، انت اللي ما تستهترش بالموقف. ايكي مش سهل وانت اهنت قدام كل الناس. لو كان احترم نفسه من الاول ما كانش تهان. ايوه بس ايكي مش هيحسبها كده. يحسبها زي ما يحسبها. يا موسى اسمعني، ما تستهترش بيه. ايه يعني اللي ممكن يعمله؟ يعني اي حاجه، ايكي ممكن يعمل اي حاجه. واضح انك رجعت زي زمان والدنيا هترجع تحلو تاني. تفرحش قوي كده ميخالي، دي مرة واحد وبعد كده خلاص. اشمعنى؟ ظروف. مين مطلوب؟ شاب اسمه موسى بيشتغل في المطعم عند عزرا. شاب في مطعم؟ ايه اللي جرالك؟ ده انا افتكرته جواهرجي منافس زي زمان. ميخالي ده حاجة ما يخصكش، انت عليك تنفذ المطلوب وتاخد الاجرة وبس بقى كده. وانت ما كانش كده. على رأيك اتفضل. ايه دول؟ فلوسك معدل زي كل مره. مش كفايه؟ اشمعنى يعني؟ ما ادي المبلغ اللي بديهولك في كل مره. هذا كان زمان، الاسعار دلوقتي قلت. ازاي يعني؟ هو انا ما قلتلكش الدنيا غليت؟ وبعدين انت زمان كنت بتطلب مني شغل كتير فكنت بحاسبك بسعر الجمله، دلوقتي انت قلتها مرة واحدة يتيمة. خلاص طلباتك 50% زيادة.
ايه دي مش كتير شوية دي؟ يدوب. اوكي بس المهم ان الموضوع كله يبان حادثة. ايكي افتكر مع ميكايل كل شيء تمام. تمام التمام يا ست كريم، شغلانة صح بحق وحقيقي، شغلانة كده. مش عارف يا شكري، حاسس يعني انها ما تناسبنيش زي ما انت شايف كده. يا ست اللواء، الشغلانة دي مدير امن النادي، وده نادي كبير عايز لواء عظيم سايق. انت عارف في واحد كان مدير عام عايز يخطفها خطف، قلت لهم لا الكلام ده ما يعجبنيش، انا عندي اللواء بتاع الامن كله. الكلام ده لو كنت لواء شرطة، انا لواء جيش، علاقتي ايه بس بالامن؟ انت عارف الشغلانة دي مرتبها كام؟ مش مسألة مرتب. ماشي يا سيدي، نقول ان انت مش محتاج للمرتب، لكن محتاج لبرستيج، ودي شغلانة برستيج 100%، نادي كبير. ده كفاية تكتب على الكارت بتاعك مدير امن النادي، حاجة تخض. مش عارف يا شكري، مش عارف. طب بص يا سيدي بقى، انت تروح الشغلانه دي تجربها، تقعد شهر اتنين تلاتة، اذا ما عجبتكش سيبها. ماشي. هي مها دي مالها بقت دايما ساكته وحزينه كده؟ الله، انت ما تعرفيش اللي حصل لها؟ لا ايه اللي حصل لها؟ خطيبها طفش وسابها. طفش؟ طب ليه؟ ده مها حلوه بنت ناس. الظهر بعد ما عمل عملته. ما تحترمي نفسك منك. لا الله، ايه يا عزه مالك؟ مها اللي بتتكلموا عنها دي تبقى خطيبه عمرو اخويا، وهم الاثنين محترمين اكتر منكم ومن اهاليكم. ما تلمي نفسك يا عزه. انت اللي تلمي نفسك، والا والله العظيم همسح بكرامتكم بنات الجامعه كله. ابعدي عنها يا بنتي، الظاهر اننا جينا على الجرح ووجعناها قوي. جرح؟ جرح ايه يا مجرح؟ انتوا اذا ما ينفعش معاكم الذوق. ايه يا عزه في ايه؟ مفيش حاجه، بلاعه مفتوحه وبسدها. طب يلا بينا بدل ما نتفرج على الجامعه. يلا يا مها، الجزمه الدايبه ما تتلمعش. مش قلتلك اكيد جينا على الجرح. وده جراله ايه ده راخر؟ ما هو من عمايله، بس شكله غلبان. ستي غلبان غلبان، احنا مالنا؟ أنيسة عزة، أنيسة مها. عايز ايه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا بس حبيت أوضح سوء التفاهم اللي حصل. وأنا مش عايزة أفهم أي حاجة، أنا دلوقتي مروحة مع عزة اللي تبقى خطيبة ابن عمك وتبقى أخت خطيبي عمرو. أنا فاهم، صدقيني. ممكن نروح دلوقتي؟ لا، أنا اللي هروح. أنا آسف، أنا آسف قوي. وليد! خلاص مسا، أنا استأذنت من عزرة هيديك نص اليوم إجازة عشان نخرج غدا مع بعض. طب ما نخليها يوم السبت. طيب موسى، عشان خاطر النهاردة. خلاص يا أخي، اعتبره اعتذار على اللي عمله معاك أيكي. طب وأنت مالك ومال اللي عمله؟ ما خلاص بقى يا عم موسى، ما تقولش لا، أنت محتاج فسحة حلوة زي دي. مين اللي محتاج فسحة؟ وليه؟ ايه ده؟ ما تقلقيش نفسك، هو طبعه كده بس. قلة ذوق وقلة ادب يعني. انت يا جرسون، فين الطلب بتاعي؟ ولا انت عاوزني افكرك فيه كل يوم؟ لا مش لازم يا كابتن، دي او تكون عندك حالة. انت ازاي تسكت له؟ زبون، والزبون دايما على حق. طب امشي انا بقى احسن ما اتجنن واقتله وارجع لك تاني الساعه 2. جرسون. ايوه. هات شنطتك في العربيه قدامي بقى. لينا، ما قدرتش يا إيزاك، ما قدرتش. كنت عارف إنك مش هتقدري. أنا كنت زعلانة منها لأنها تخلت عني علشان طموحها ومستقبلها، وكنت محتاجة أساعد الحملة ضدها، وعملتها فعلا في عددين ورا بعض، بس ما قدرتش اكمل. لو هي نسيت ان انا بنتها فانا مش قادره انسى انها امي. هايدي، انت زعلانه عشان عملتي الصح؟ خالص، بس كنت محتاجه اعيد تقييم الموقف كله من اول وجديد. خدي كل الوقت اللي تحتاجيه هايدي، المهم تاخدي قرارك عن اقتناع وتنهي الصراع اللي بيدور جواكي ده. ميرسي، ميرسي قوي يا إيزاك. الصدمه كانت عنيفه جدا، كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري. لا لا، بشع 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 قوي، المنظر مش هيروح من دماغي ابدا. الغريب ده انه كله حصل في ثواني. انا كنت بقدم طلب للكابتن صدوق وسمعت الفرمله الجامده، ابص من فوق وشفت المشهد الرهيب ده. فعلا
كان مشهد رهيب، ولو عايزين رأيي اللي حصل ده كان مقصود. مقصود؟ واضح ان اللي حصل ده كان محاولة مقصودة، كانت متعمدة لضرب موسى. ما اقدرش اجزم بكده، انا كنت فاتح باب العربية وظهري للشارع وسمعت الفرملة زيكم. انا مش فاهمة موسى ازاي يحاولوا يعملوا فيك كل ده وانت ما تتهمش حد يعني. ما اقدرش اتهم حد. عندك حق، مفيش دليل على كده موسى. انا واثق من اللي بقوله، وانا ما شفتش اللي حصل. مش علي انا الكلام ده، انا شفت كل حاجة بنفسي. انت شفتي، انا ما شفتش. انا مش فهماك موسى. اللي حصل النهاردة ممكن يتكرر تاني. ممكن طبعا، وده معناه يا حبيبي اني ما عادش لك عيش هنا. يعني ايه؟ يعني لازم تفكر في الهجرة لإسرائيل وفورا حبيبي. هذا أمر كتير بسيط يا أخ موسى، هتملينا طلب وتعطينا أوراقك وبياناتك ونحن رح نعطيك تذكرة لإسرائيل، وهنيك لح تلاقي زملائنا بانتظارك. ببساطة ما في قهوة ولا شيء؟ إيه حبيبي موسى، أشوفك متردد يعني لسه. خطوة مش سهلة برضه يا صدوق. بالعكس، هي خطوة حياتك يا أخ موسى. على الأقل في إسرائيل ما رح تتعرض للي عم تتعرض له هون. هلأ هناك هتلاقي الأمن والأمان والمستقبل والمطموح، هناك هتلاقي نفسك بصحيح حبيبي. لسه متردد يا أخ موسى؟ أكيد ما رح تندم أبدا. لا أنا مش ممكن أسمح بكده أبدا. اسمحي بإيه؟ دي حياتي وأنا حر فيها. لا ما أنتش حر، يعني ده مش قرارك لوحدك موسى. موسى أنت بتهرب مني ليه؟ أنا غلطت في إيه؟ إلينا أنت فاهمة الموضوع غلط. ما تقوليش انك خفت من اللي حصل، مش ممكن اصدق انك تخاف الدرجات دي. مش مسألة خوف يا إلينا. يا بتهرب مني؟ من حب ليك؟ أرجوكي ما تصعبيش عليا الموقف أكتر من كده. أرجوك أنت يا موسى، أنا حموت من غيرك، أرجوك ما تسبنيش. بلاش يا موسى، بلاش روح إسرائيل. للأسف ده أفضل اختيار لغاية دلوقتي. بلاش عشان خطري. في الحقيقة مش لاقي أي حاجة واضحة، الضغط سليم والنبض سليم، مظهره بيقول إن هو ضعف عام أو حالة نفسية. طب وبعدين يا دكتور؟ أنا بقول نحطه تحت ملاحظة 24 ساعة لغاية ما نتأكد ونطمن عليه. ماله وليد؟ إيه دكتور؟ الدكتور بيقول مفيش حاجة. امال ماله مغمى عليه ليه؟ لا هو مش على طول كده، هو فاق شويه قال لنا نكلمك وبعد كده مغمى عليه تاني. وليد، وليد يا نهار مش فايت، اقول ايه بس لابوه؟ اهدى اطمن، صاحبك كويس وزي الفل، بس هو هيقعد عندنا تحت الملاحظه شويه. ما انا هنا يا وليد، رد عليا فوق بقى. يلا طارق، انا عايز اروح. طارق روحني. غلط يا أستاذ غلط، أنت تقعد معنا شوية لغاية ما نتأكد ونطمن عليك. أنا مش عايز أقعد دقيقة واحدة هنا. طارق، طارق عايز أروح. دي مسؤولية. أنا مستعد أتحمل المسؤولية كلها، بس لازم يروح حالا. على مهلك. متشكرين يا أستاذ، ألف شكر يا سماء، حابة أطمنك إن شاء الله. المهم يقوم بالسلامة. الله يصعب عليا. صعبش عليكي؟ لا عرفته؟ عرفته. طلبت مقابلتي بالظبط، الموضوع مهم جدا لدرجة اني حبيت نتناقش فيه لوحدنا بدل ما نتناقش فيه في المجلس بشكل عام. موضوع ايه؟ في اتهامات موجهة للجنتك الاقتصادية، الاتهامات دي لو فتحنا باب المناقشة فيها هتكون النتائج محزنة جدا ومخزية. بس أنا عمري ما حصل مني أي أخطاء. الاتهامات بتمس مشروعات سينا، والكل مش عايز يناقش الموضوع بشكل علني عشان نحافظ على سعادة الشعب بضم سينا لحدودنا الآمنة. بس أنا أقدر أدافع عن نفسي ضد أي اتهامات. أنا وصلت الصفقة مع الأعضاء اللي طالبين الاستجواب، الصفقة دي ممكن بعدها نقفل الباب ده خالص ونتفرغ للأهم. صفقة إيه؟ تتنازلي عن رئاسة اللجنة الاقتصادية. So you insist on denying, Mikhail? I don't remember anything. It was just an accident. But the witness didn't say so. Maybe they didn't understand well. What about your record? Record? Which record? No one had any evidence on me. So you don't want to confess, huh?
اوكي مخيل. I'll not close the case. I'll be behind you until I find who's with you and who's behind you. أنا مش عارف أنت ليه متردد وبتفكر حد يسيب إسرائيل ويقعد في أثينا. صدوق، أنت عارف أنا باخد كام هنا؟ أنا عارف أنت في إسرائيل ممكن تبقى إيه؟ أبقى إيه؟ بالكتير عامل في كيبودو. لا طبعا، لأني عندك شهادة تجارة متوسطة، وهناك في أماكن كتير محتاجة اللي زيك في القدس وتل أبيب. بس مستخسر المرتب الكبير اللي باخده هنا. مش هتخسر حاجة يا حبيبي، ارمي الفوطة العزرة وهبي على أول مركب لإسرائيل. لا ده كتير قوي. وبعدين معاك يا كابتن صدوق، اسمع، أنا هضرب له المرتب اللي بياخده في الأسبوع في اتنين. ولو قوله يا موسى، قوله إن مفيش عندك حاجة أهم من إسرائيل، قوله. الله، هيلك يا معاد، مش طايق تشوف وشنا ولا إيه؟ لا أنا مستعجل شوية. على البيت؟ لا على المحطة. خير؟ اسكندرية عدل. ثانية برضو؟ طبعا ثانية، وفي غير ثانية يعني. ثانية وصلت امبارح الصبح، وهنتقابل على البحر، أشوف وشك بخير. هتروح كده مش هتغير هدومك؟ لا ما أنا هغير هناك بقى، فيش وقت. سلام. سلام، ابقى سلملي عليه. أنا حاسة إن الحب خلى عادل إنسان تاني خالص، مخلص وإيجابي وعنده طموح كبير قوي في المستقبل. لا ومش أي طموح، ده طموح اسكندراني. طب وليه لأ؟ الحب ملوش زمان ولا مكان، بيخش القلب كده على طول من غير أي استئذان. مالك يا عز؟ مفيش. مفيش إزاي؟ هو أنا أول يوم هعرفك النهاردة ولا إيه؟ ده أنت عصبية قوي، مع إننا بقالنا أسبوع ما شفناش بعض. خلاص، أنا تعودت على كده. هو ده اللي مزعلك بقى. خلاص يا ستي هاني، كلها 14 وهتنقل مصر، وساعتها بقى اهو كلام. والله اعلم بقى هيتحقق ولا لا. في ايه يا عصام؟ مخنوقه يا عصام. حتى انا معاكي. معلش، يمكن لما نخرج بكره بقى احسن والخنقه دي تروح. المهم سببها اللي يروح. يا ريت يا عصام. يا حبيبتي ما تكتميش في نفسك كده، فضفضي، مش هتلاقي قلب حنين عليك اكتر مني. عارف، والله عارف. خلاص يلا احكي لي بقى ايه اللي حصل. خالد وألفت. ماله؟ هحكي لك، يمكن تعرف تحل المشكله. انت في الجامعه ف خليك خليك يا عز، انا اللي هفتح. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. لا انا عندي مذاكره، انا بس كنت عايزه ادي الجواب ده لعمي طول. الجواب ده من مين يا حبيبتي؟ ده جواب لعمر. جواب جديد لعمر. بدماها برضو؟ هيكون من مين يعني؟ شباب بقى والحب بينهم ومن بعض مولع نار. مش احنا اللي بعرف ناس نحب الحب ده زمان؟ احنا كنا فاضيين الحاجات دي يا حسن. يا ترى قالوا ايه في الجواب ده؟ يا سيدي بعدين نبقى نقراه ونفرغ محتوياته. تعرف يا حسن طبعا ان احنا ما نقدرش نسلمه الجوابات دي عشان ما يخرجش من حاله التقمص اللي هو فيها. لازم يفضل موسى زكي رافع وينسى حكايه عمرو دي تماما. ان شاء الله اول ما يخلص مهمته بنجاح ويرجع لارض الوطن هنديله الجوابات دي يقراها عشان يعرف قد ايه مها كانت بتحبه لاخر ثانيه. ان شاء الله يا فؤاد. طيب بمناسبه الكلام على عمرو، يعني ايه اخر اخباره؟ والله هو تعرض لحادث هناك بس نجا منه، واضح ان مشاكله هناك كتيره. يا ترى المشاكل دي هتنتهي على ايه؟ على الهجره. يا لينا دي كانس، اتفضلي. ايه ما رحتش الشغل ليه يا ايكي النهارده؟ ابدا، تعبان شويه. تعبان ولا خايف؟ خايف؟ خاف من ايه؟ من اللي عملته، من الراجل اللي اجرته عشان يقتل موسى، يعترف عنك وتروح في 60 داهيه. انا ما اجرتش حد. طب لو اقول لك الاعتراف فعلا عليك؟ مستحيل. ميخالي مش ممكن. ميخالي مين؟ انا ما قلتش ميخالي. بلا قلت، ووقعت ايكي، وقعت قدامي من غير ما اعمل لك اي حاجه. هشوف بقى هتصمد قد ايه قدام البوليس. إلنا انا انت ندل وجبان وتستاهل ان ابلغ عنك البوليس ودلوقتي حالا. كل ده عشان موسى؟ عشان ندلتك ايكي. ندلتك اللي خلتني اخسر الانسان الوحيد اللي حبيته كل حياتي. إلنا انت بتقولي ايه؟ بقول لك ان موسى عايز يهاجر اسرائيل، وانا مش عايزاه يهاجر اسرائيل، عايزاه يستنى هنا معايا. بالعكس، ده هجرته تحل كل حاجه. لا ايكي، هيفضل موسى، هيفضل، ولو مسيت شعره واحده منه انا مش هرحمك، انت فاهم؟ مش هرحمك.
فاهم إلينا، فاهم. أحسن لك تكون فاهم، ده أحسن لمصلحتك. أهلا. سألت عليكي في الجريدة، قالوا إنك في أجازة. حسيت إني محتاجة أرتاح شوية. لا تقدري ترتاحي، خلاص أنت كسبتي معركتك. معركة إيه؟ معركتك ضد يا هيدي. أبهروني امبارح على إني أسيب اللجنة الاقتصادية، بقيت مسؤولة عن لجنة التعليم. مبروك، أنا جيت مخصوص عشان أهنيكي. بس على فكرة هايدي، أنا رغم كل اللي حصل أنا مزعلانة منك، عشان مش ممكن أزعل منك يا هايدي. معلش يا عادل، مش هقدر أخرج بس بابا تعبان قوي. بجد يا عادل خلاص هتنيل اسكندرية؟ يعني هنفتح بابا في موضوع خطوبتنا؟ ما انت عارف ان هو كان رافض ان انا ارتبط باي حد بره اسكندريه. بس دلوقتي يا حبيبي مفيش اي حاجه هتبعدنا عن بعض ابدا. طب تؤمر يا حاج؟ لا ان شاء الله بكره على بعض الدور هتكون كلها. ازيك يا خالد؟ اهلا. مع السلامه يا حاج. اهلا وسهلا. اتفضل. كنت عايز اتكلم معاك في كلمتين. خير؟ حظة قالت لي على اللي حصل بينك وبين ألفت. اللي حصل ده كان قراري لوحدي. بص يا ابني، قرارك قرارهم ده ما يهمنيش، المهم انكم تكونوا قد المسؤوليه وما تخلوش حد يتصور انكم عيال فعلا زي ما كانوا بيقولوا من الاول. اللي انا عملته ده كله قلت لك التفاصيل ما تهمنيش. امال اللي يهمك؟ ان ارتباطكم ده ينجح. اشمعنى؟ عشان المفروض ينجح. انتوا الاثنين بتحبوا بعض بجد، والحب الحقيقي لازم يقف في وش الدنيا مهما حصل ومهما اتقال. انت عارف ست والدتك قالت لي ايه؟ عارف، ومش شايف ده سبب يخليك تتحمق وتتوتر قوي كده؟ امال كنت عايزني اعمل ايه؟ استحمل؟ ايوه يا اخي تستحمل. امال تبقى راجل ازاي؟ هو الراجل اللي يهرب ولا اللي يواجه؟ على اي حال انا جاي اقول لك الكلمتين دول وراجع على شغل بني سويف، وسايب لك كره في ملعبك. يلا العب يا كابتن وهات جون. انسى عزك، انسى مها. ايه ده؟ ده بيطلع امتى ده؟ قولي بيطلع عليه. لا مؤاخذه يا جماعه، انا بس كنت عايز انسى مها في كلمتين. مها لوحدها؟ انا اسف انسى عزه، بس كان عندي ليها رساله لوحدها من صاحبك وليد. طبعا الحقيقه. ايوه وانا الحقيقه لازم امشي، وانا جايه معاكي. يا جماعه استنوا، مش كده، انا مش قصدي حاجه، ما على رسول الا البلاغ. واحنا يا سيدي مش عايزين نسمع. بس دي امانه. اسمعي بقى وخلاص يا مها. انت يعني مش عارفه هو وصاحبه عايزين ايه؟ عارفه، بس عارفه كمان ان محدش يقدر يشيل حب عمرو من قلبي. استناكي نروح سوا. أفندم. يعني سمعتك؟ أيوه، بس بعد غلب. المهم إن هي سمعتك، وكون قلت لها اللي أنا قلت لك بالظبط. طبعًا يا وليد، أصلهم كلمتين ورد غطاء، وليد بيقول لك أنا آسف، وعمره ما يضايقك تاني أبدًا. طب وبعد ما سمعتك، قالت لك إيه؟ بصيت لي شوية، وبعدين خدت بعضها ومشت، من غير ما تعبرني بحرف واحد. تقدر بقى تقول أنت فرحان قوي كده ليه؟ وما افرحش ليه؟ اللعبه كسبت 100%. كسبت ايه يا عم وليد؟ بقولك البنت سابتني من غير ما تعبرني بحرف واحد. هو ده اللي عرفني انها كسبت يا بورم. ازاي بقى؟ ما انت لو عندك خبره زي محسوبك كنت استوعبت اللي حصل. وايه بقى يا خبير اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت اتاثرت بكلامك ده، بس شخصيتها منعت ان هي تظهر ده، عشان كده سابتك ومشيت من غير ولا كلمه. يا ابني ليه؟ مساله الشفقه دي عمرها ما خيبت مع اي بنت في الدنيا. اصعب عليها تبقى قطعت نص طريق ليها. حتى لو بتحب واحد تاني؟ حتى لو متجوزه واحد تاني وحياتك. بلعبه النهارده نبقى قطعنا نص الطريق، والباقي بقى مساله وقت. يا ماما. بابا. اخد عملت ايه في امتحان النهارده؟ الحمد لله، الامتحان جاي احسن من السنه اللي فاتت بكتير. ايه قولي، طمني، عملت ايه يا حبيبي؟ بركه دعاك يا ست الحبايب. الحمد لله، طمني. الحمد لله يا رب. طب على فكره في ناس مستنيينك جوه. ناس مين يا اخي؟ ادخل وانت تشوف. ايه
المفاجأة الحلوة دي. عملت ايه؟ طمنيني. كويس قوي. وانت؟ مادام شفتك ده كويس قوي. وحشتني يا خالد. انت كمان وحشتيني قوي. انت مش ملاحظة حاجة؟ ما انا اساسا ما قلعتهاش. ها يا حبيبتي، ان شاء الله بعد الامتحانات على طول هنغير الفضة وتبقى ذهب. يبقى باباك وافق على الشبكة والخطوبة؟ لا ما تقلقيش، هتصرف. صباح الخير يا سيادة اللواء. كالعادة دايما تيجي بدري. قادر انضباط ولا بلاش؟ الحقيقة أنا طول عمري متعود أصحى بدري. في الحقيقة راجل عسكري ومنضبط. من ساعة ما سعادتك شرفتنا في وظيفة مدير أمن النادي، والأمن هنا مستقر تماما، مفيش ولا خناقة واحدة، أنا مندهش. أنت عملت إيه بالظبط؟ أبدا، عملية إعادة توزيع للمسؤولين عن الأمن وتطبيق مبدأ المساواة قدام القواعد والقانون. نتيجة مدهشة، يا ريت كل الناس تعمل زي سعادتك كده. شكرا. أنا فعلا سعيد بوجودك معانا. عن إذن سعادتك. اتفضل. مش قادر يا شكر، مش مستحمل، هتخنق. عجيبة، ده مدير النادي بيقول فيك قصاية شعر ومعجب قوي بأدائك. أداء إيه بس؟ ده لعب عيال. أنا بدل ما كنت قاعد في البيت دلوقتي قاعد في النادي، شمس وهوا وأكلة ومرعى وقلة صنعة. يا راجل، ده انت مدير امن نادي معتبر، نادي كبير، واي حد يتمنى الوظيفه دي. لا، ما هياش امنيه يا شكري، ده كابوس. الحقيقه يا ست لوى انت حيرتني معاك، ما بقتش عارف انت عايز ايه بالظبط وايه اللي ريحك. الجيش يا شكري، الجيش. مفيش حاجه ممكن تناسبنا غير الجيش. مش قادر اتخيل انهم بيبنوه من اول وجديد وانا واقف اتفرج، مش قادر اعمل حاجه. النصيب بقى يا سيادة اللواء. لا، مش نصيب، دي هزيمه. عصام، اوعى تنسى تبلغ عائله عمرو بميعاد خطوبتي، وكمان عائله مها، دول اهلي وناسي ولازم يكونوا موجودين. يا سيدي ما تقلقش، هقول لهم والله. بس انت لسه ما قلتليش، هتعملوا الخطوبه فين؟ في اسكندريه؟ لا، مش هنعملها في اسكندريه ونشحطت الناس ورانا، هنعملها في مصر، خصوصا كمان ان عماتها وعمامها ساكنين في مصر. طب والله كويس، ده اريح لينا كلنا. وحجزت فين؟ في بيتنا طبعا. بيتكم؟ طب تيجي ازاي دي؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا عصام، بس الراجل حماه ده راجل طلع جدع جدا ومخه كبير، وافق على خطوبتنا قبل ما نتخرج بكذا شهر، وافق كمان انها تتعمل في بيتنا، خصوصا لما الحاج قال له ان البيت واسع ويسع من الحبايب الف. والله اللي انا اعرفه ان الخطوبه تبقى في بيت العروسه. يا عصام ده كلام قديم، احنا في سنه 69 مش 49. يا اخويا ربنا يهني سعيد بسعيده، ما دام انت راضي وابوها راضي محدش له حاجه عندكم. بس المهم كلكم تيجوا. لا تعيد ولا تقول، انا مش هسمح لك تهاجر اسرائيل دي ابدا. ولا ايه يا يورجو؟ هو حر. يعني ايه هو حر؟ وانت مش صاحبه يا اخي؟ ما هو لاني صاحبه لازم انصحه يعمل اللي هو بده اياه، مو اللي انا بدي اياه. في حاجه فيكم انا مش فاهماها النهارده، في ايه؟ تقريبا. لا ما في شيء. بقول لكم ايه؟ ولا ايه ولا ليه؟ انا صدوق جايب لي شغلانه في حيفا، هروح استلمها اول الشهر. انا مش هسمح لك تهاجر اسرائيل دي ابدا. تسمحي له ولا ما تسمحي له؟ هذا الموضوع ما بيخصك من الاساس. هو حر، بيهاجر ما بيهاجر، هي حياته مو حياتك انت. يورجو مالك؟ ما في شيء، خليكم انتوا باللي انتوا فيه، انا ماشي. ماشي ايه؟ ماشي، وباخذوا تاكسي تاني تروحوا فيه. يورجو استنى، يورجو. ماله يورجو؟ انا اول مره اشوفه بالحاله دي. بيحب. بيحب؟ بيحب مين؟ اخيرا يا ابو عادل دخلت القفص برجليك. والله احلى قفص يا ابو عصام. ابو عادل وابو عصام، عقبال ما تبقوا ابهات بحقيقي. الله، واشمعنى بقى هم يا ست ماما؟ احنا كمان عايزين نبقى امهات. امال هم يبقوا ابهات ازاي يا بنتي؟ يعني عليك يا بنتي، كلهم بيتجوزوا وانت اللي قاعده زي البيت الوقف. سميحه. ايه؟ ربنا يسعدكم ويهنيكم يا حبايبي. هم وعمري وخالد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا عم.
واضح ان انتوا بتحبوا بعض قوي كلكم فوق ما تتخيلي. ده احنا كلنا زي الاخوات والله، ما عدا انا وعزه طبعا. واضح واضح. طيب نقوم عشان البوفيه والملفيه والحاجات يا جماعه. يلا يلا اتفضلوا انتوا الاول. يلا يلا اتفضل يلا بينا مع بعض كلنا. الله، انتوا تعرفوا موسى؟ موسى مين؟ يا خلام الشبع 40 ده عمرو زمنها اخو عزه وخطيب مه. مش ممكن، ده موسى ويهودي وقابلنا انا وبابا على المركب وفي اتينا كمان، وكان عنده هناك مشكله وشاهدنا معاه في مركز الشرطه. اكيد يا خلام الشبع 40 زي ما بيقول عادل. وبعدين يعني هو احنا هنتوه عن عمرو؟ ربنا يرجعهولنا بالسلامه. برضه مش قادره اصدق. تصوروا بقى، واحد يهودي يبقى شبه عمرو اخويا، بقى دي معقوله؟ وبعدين مش ممكن حد في الدنيا يبقى شبه عمرو. ايوه يا عم. طبعا من هشد العريس. غريبه، في اتنين يشبهوا بعض للدرجه دي؟ دول مش اتنين، دول 40. اتفضلوا يا جماعه البوفيه. البوفيه البوفيه. حضرتك ما ندمتش على دخول الجيش بعد اللي حصل؟ اطلاق. يعني لو الزمن رجع لورا هعمل نفس اللي عملته وادخل الجيش وحارب كل من يمس رملة من ارض مصر. يعني لو مصر احتاجت لك هفديها بروحي ودمي. كسر في رجله اليمين بسيط مش مضاعف، جت سليمة الى حد ما. بكرة الصبح ان شاء الله انا هقدم طلب لادارة البعثات وهتابعه بنفسي كويس. كتر خيره في وقت ايه يا بابا، هو اللي خلصها لي بسرعه. انا تقريبا اول واحد في دفعتي تجيله بعثه. مسامين يا خلام الشبع 40. غريبه، في اتنين يشبهوا بعض للدرجه دي؟ هي البعثه دي قد ايه؟ مش اقل من سنه. ما عندناش سيادتك اي طالب دراسات عليا بالاسم ده. ده موسى ويهودي وقابلنا انا وبابا على المركب وفي اتينا كمان. بعمل كل ده علشانك، لاني لاني لانك ايه يا عزام؟ لاني بحبك، بحبك هايدي. وانتي مش عارفه يا ايزاك؟ مش عارفه. مش عارفه حقيقي، مش عارفه. يعني انا ببقى مستريحه قوي وانا قاعده معاك، بس مش بالضروره ده يكون حب. امال يكون ايه؟ صداقه يا ايزاك، صداقه بين اتنين ارتاحوا فهموا بعض. بس يا هايدي على الأقل في المرحلة دي. مش فاهم. يعني خلينا في مرحلة الصداقة وبعدين من عارف بكرة هيحصل إيه. يعني ما فقدش الأمل؟ ما تفقدوش. طب يلا بقى عشان ورايا حاجات كتير أعملها. يلا بينا. معقول الكلام اللي بتقول عليه ده يا حنين؟ مفيش تفسير تاني يا جنرال. إيزاك كان مسؤول عن أمنك الشخصي في الوقت اللي قدرت هايدي تهرب مقالتها، وبحكم موقعه الحساس قدر يحصل على مستندات جيفيرت فيرد ويصورها. ده بالإضافة ليه؟ قصة الحب اللي بينه وبين مادموزيل هايدي. قصة حب؟ ده مش استنتاج، دي حقيقة. ابني فين يا فؤاد؟ عمرو في بعثة في روسيا يا سيادة اللواء. ابني فين يا فؤاد؟ وفي يا سيادة اللواء في حاجة كده ولا كده بلغتكم عن عمرو لا سمح الله؟ ابني مش في بعثة ولا راح روسيا خالص. أمال فين يا فندم؟ ده اللي أنا جاي علشان أعرف. طب اهدى سعادتك، اهدى كده وارتاح وأنا هشرح لسعادتك كل حاجة. الحقيقة يا فؤاد. الحقيقة يا فندم. اتفضل ارتاح.
سيادة اللواء، ليه كان نفسك ان عمرو يدخل الكلية الحربية؟ عشان يخدم الوطن اللي رباه وعلمه. يعني الهدف انه يخدم وطنه؟ بالتأكيد طبعا. طب ايه رأي سعادتك ان عمرو بيخدم وطنه دلوقتي فعلا؟ بيخدم وطنه؟ بيقدم له اعظم خدمة ممكن يقدمها مواطن لبلده. هو عمرو فين بالظبط؟ مش مهم فين يا سيادة اللواء، مش مهم كمان هو بيعمل ايه. عمرو آمن باللي سعادتك قعدت طول عمرك تعلمه لنا. انا مصر يا سيادة اللواء، مصر اللي يهون عشانها كل شيء، مصر اللي امنت بيها وامننا بيها وامن بيها عمرو، ما ترددش لحظه انه يلبي نداها لما احتاجت له. مصر يا سيادة اللواء. انت جيت؟ طب ما قلتش ليه؟ ده انا قلقان عليك من الصبح. ايه اللي خرجك بدري كده؟ لا ابدا، انا رحت اقابل فؤاد. بدري كده؟ ايوه، كنت عاوز اطمن على عمرو. وطمنت؟ طمنت يا كريم. اخبار لعبتنا ايه؟ لعبتي ايه؟ انت لسه فاكر؟ ده انا قلت بقى انت لعبت بقلب البنت مها دي يومين وهتروح هاجم، عليك نايم وعلى قلبك حجر، يجي شهري بحاله. اصلك خايب يا حبيبي، هو ده التكتيك السليم. انما لو نطيت لها بعد يومين هتقول عيل وبيلعب بيا. انما بقى لو غبت شهر وقابلتها صدفة. صدفة؟ يعني كأنها صدفة، مش بعيد تتأثر وتقع كمان. أشك. ليه بقى يا بورم؟ اللي عرفته من أختي إن مها دي غرقانة في حب خطيبها عمرو وهتستنى العمر كله. مفيش واحدة بتستنى واحد العمر كله، ده كلام أفلامه بس. والله بيقولوا مش مسألة حبه بس. يعني إيه؟ يعني اللي بيقولوه، قصدي إن اللي بينهم كان أكبر من الحب. متصدقش. متصدقش؟ ده إيه الثقة دي؟ أولا أنا مش واثق فيها، أنا واثق في نفسي. أنا عرفت بنات بعدد شعر راسي وافهمهم واقلبهم من كلمتين وبس، ومها مش من الصنف ده. مش لازم يكون اللي حصل ده بسوء نية، يمكن مع الحب والارتباط. قلت لك ما تصدقش. عجيب، انا اول مره اشوفك بتدافع عن واحده كده. انا مش بدافع، انا واثق من اللي انا بقول. بس واضح ان الناس مش واثقه منه زيك، ده اللي بيقولوه. ما عندهمش نظر، بس ما يمنعش. يعني يعني لو واحده سمعتها بالشكل ده واهلها حاولوا يقفوا ألسنة الناس، هيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يجوزوها. خطبها؟ خطيبها ايه كده؟ يبقوا بأكدوا التهمة عليها. ما هتجوزوها لمين؟ لواحد تاني مثلا زي حالاتي. طب انت تقبل تتجوز واحدة بتقال عليها كده؟ اقبل ونص كمان، بس هي توافق. وقلت له يا فؤاد؟ مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ يعني هو عارف ان عمرو بيتعاون معانا، لكن فين وازاي ما يعرفش. طب ما حاولش يعرف؟ العجيبة يا اخي انه ما حاولش. معقول يا فؤاد؟ كان السؤال على لسانه بس ما سألوش. أكيد عارف إنه مش هياخد إجابة صحيحة. أيوة بس دي حاجة عجيبة للدرجة دي. أمال أنت فاكر عمرو طالع لمين؟ الولد لأبوه والاتنين رجالة. رجالة بحق وحقيقة. وحشتني. وأنت كمان. بس الظاهر ماليش مستقبل غير في إسرائيل. أنت إزاي تصدق كلام صدوق المجنون ده؟ ثم أنا زعلانة منك. إزاي عايز تسيبني كده ببساطة؟ طب أصالحك إزاي؟ اقول لك انا تصلحني ازاي. انت لسه شقيه؟ انت لسه مش حاسس بيا؟ ما تقوليش كده يا لينا. امال ايه يا موسى؟ ما تقوليش حاجه اصلا. خلينا النهارده نستمتع بالجمال ده، وبكره براحتنا نقعد نفكر ونقول اللي احنا عايزين نقوله. ماشي؟ ماشي. يلا. Thank you.
منك يا طلبة. لا مفيش يا كريمة، كنت سرحان شوية. سرحان شوية؟ ده انت سرحان كتير قوي، مش النهاردة وبس، ده انت بقالك كده فترة كبيرة لا بتاكل كويس ولا بتنام كويس ولا بتروح الشغل. شغل؟ هو ده شغل؟ ده مش شغل، ده تضييع وقت على الفاضي. انا حسيب الشغلانة دي. تسيبها؟ ايوة حسيبها، انا منفعش في اي شغلانة تانية غير العسكرية. براحتك يا طلبة، انت راجل البيت وتعمل اللي انت شايفه لمصلحتنا. معلش يا كريمة، سامحيني، انا اعصابي مشدودة شوية. ما انت بس لو تقولي اعصابك مشدودة من ايه؟ هموم الدنيا كتيرة. عمرو وحشك قوي. وحشني قوي يا كريمة. يا رب العزة والقدرة، ربنا يحميك ويرجعه لنا بالسلامة يا رب. يا رب. مالك في ايه؟ اصل اتخانقت في الكليه. اتخانقتي؟ اتخانقتي مع مين وليه؟ مع شويه بنات قليلات الادب. وليه بس يا بنتي بتتخانقي؟ عارفين كانوا بيقولوا ايه على عمرو ومها؟ ده كلام فارغ وافتراء وقله ادب. ازاي يقولوا كلام زي ده على بنتي؟ ده اللي انا عامله حسابه، لكن الناس شايفين واحده قاعده وحاطه ايدها على خدها وخطيبها سافر وقال عدولي لازم مخهم يروح لبعيد. لا مش لازم، الحته كلها عارفه ان عمرو راح بعثه. شله يا بعثه. بقولك ايه، الخطوبه دي جابت لنا العار. كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي يا اختي، حرمت عليهم عشيتهم. هفضل مستنيه لامتى؟ لحد ما اللي يسوى واللي ما يسواش يخد في سيرتك. ارجوكي بقى خلاص. ايوه خلاص، كفايه كده، ما عادش يجي منه. انا مش عايزه الجوازه دي. انت بتقولي ايه يا سميح؟ الله، الولد كان صريح وقال هيغيب سنة، دلوقتي فات 10 أشهر، يعني فاضله 2 شهر، وكل اللي عنده كلمة بقى يلمها. يا سلام، هستناه كمان 2 شهر؟ أنا هستنى العمر كله، ولا يوم واحد، وهجوزك سيد سيده. وأنا بقى مش هتجوز حد غير عمر، وأنا مش هستنى لما تبقي مسخرة الحتة. سيب البنت براحتها. أنت السبب، انت اللي عودتها وشجعتها على العد ده، انت اللي اديت للمحروس كلمه قبل ما يكمل بعثته ويبقى راجل مال وهدومه. عمرو راجل وستين راجل. اهو ده الكلام اللي انت حطيته في مخها، كله منك انت. ايوه ما انا عارف، هتسيب العالم كله وانا اللي هطلع غلطان. انت كمان بتحب ايلينا؟ ما يعرفانش اعمل يا ايكي، ايلينا مو حاسه فيني ابدا، ما عادت شايفه من الدنيا كلها الا موسى. تصور اني قالت لي امبارح انه لو اصر يسافر على اسرائيل حتسافر معه. للدرجه دي؟ شو اعمل ايكي، شو ساوي؟ مفيش غير حل واحد. لا تقلي نعمل عمله سودا مثل كنت حتروح بداهيه بسببها. داهيه ايه؟ ميخالي البوليس مش قادر يثبت عليه حاجه خالص، طلع من الموضوع نضيف تمام. هيك بتظن؟ قصدك ايه؟ قصدي ان السوق كله بيعرف انه البوليس بيعمل تحرياته عنك من ايام الحادثه. عني أنا؟ بيراقبوك وبيفتحوا ملفاتك القديمة كلها. كل دي بسبب الولد اللي اسمه موسى دي؟ لا، بسبب تهورك أنت. أهم حاجة إن البوليس بيراقبني أنا، مش بيراقبك أنت. يعني شو؟ يعني تسمع اللي هقولك عليه وتنفذه بالظبط. موسى! يا موسى! يا أرجو! ايه الصدفة الحلوة دي؟ لا صدفة ولا شيء، أنا جاي خصيصا مشان أقابلك. خصيصا ليه؟ بدي أحكي معك بموضوع بخصوص إلينا. إلينا. خير؟ هون؟ اطلع. لا لا، اطلع ورا، هذا الباب عطلان. دي شنطة مين دي؟ هي شنطة زبون.
نسيها ورايح سلم على الشرطة. حطها وقعد. خليها هنا؟ لا لا خليها عندك. خلاص بجد يا عصام هتنقل مصر؟ أخيرا. خلاص يا عزة هتنقل وهجري جاري على عمي واتفق معاه على كتب الكتاب والدخلة وكل حاجة. الله، وانت مستعجل على ايه؟ يا سلام بذمتك. بعدين بقى هو عادل وسناء ما جوش ليه؟ ما تتوهش الموضوع، عادل وسناء يجوا وقت ما يجوا. المهم بقى قوليلي، مبسوطة خلاص انك هتبقي حرم الأستاذ عصام؟ ايوه بس بابا مش هيوافق. اشمعنى؟ عشان انا لسه ما خلصتش الجامعة وهو مش هيوافق اتجوز غير ما يبقى معايا شهادة. طب وعشان خاطري ايه؟ برضه مش هيوافق. طيب ولو قلت له اني بحب بنته وما اقدرش على بعدها ولو ثانية واحدة وما ينفعش يعدي عليا يوم من... خلاص خلاص خلاص. عادل وسناء جم هم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصر نورت. ميرسي دبلور. وقعدة في مصر قد ايه؟ يعني هنقعد خميس وجمعة ومسافر السبت عشان بابا عنده شغل. بابا يا جدع ما تصدقهاش، دي جاية على ملأ وشها عشان مش قادرة تعيش من غيري. يا سلام. وحيد عبد السلام تنكري انك انت دايبة في دباديبي؟ يعني ما انكرش. ايوه كده. انيالك يا عم. انيالي ايه؟ ده انا اخر واحد في الليستة. بعديك طبعا وبعد عمرو. وكل ده عشان مش عارف تصارح إلينا بحبك؟ ولا يهمك يا سيدي. ولا يهمني كيف؟ انت مالك متصور هذا الموضوع قديش مخرب حياتي؟ لا متصور. عشان كده يا يورجو انا صرحتها. صرحتها؟ صرحتها بشو؟ صرحتها بحبك يا يورجو. موسى هات الشنطة اللي عندك ورا. هاتها بسرعة. الشنطة دي فيها يا يورجو. هاتها يا موسى. What? I know nothing about the bag. It wasn't his car. It's true. He know nothing about the bag. Nobody asked you. But I... You're with him in this theft, according to Mr. Ikey's report. What? Ikey accused me of theft? He accused the two of you of conspiring to steal his jewels case, which has his name on it. In this report, I have the details of every jewel. الكلب الحقير سرقت شو اللي انا مشترك فيها. ما هو اللي رتب العمليه هي كلها معي مشان يزيحك من طريقه. خلاص يا يورجو خلاص خلاص. ايكي عملها ولعب بيك عشان يضرب عصفورين بحجر وزيحنا لو انت من سكته. عملها النادي اللي عملها. لعبها بمنتهى القذاره ملهاش حل. طبعا ليها حل. هو حل بسيط جدا. وما دام ليها حل وهو بسيط سايبهم ليه في الورطه اللي هم فيها؟ عشان يتربوا ويعرفوا ان اللي يلعب مع ايكي عمره ما يكسب. ايكي بس هو اللي بيكسب في الاخر. انت احقر انسان شفته في حياتي. حقير يمكن لكن بكسب كل المعارك بتاعي. ايه هو اللي هتكسبه من معركه زي دي؟ انتي. انا ده انا عندي اموت ولا تلمسي شعره مني بعد النهارده. موتي بس على بال ما تموتي يكون هم عارفينه في السجن. لا انت تلتي هو ولا هو تالك. ايكي ايه الثمن؟ انت. اوكي لو ده الثمن اللي انت طالبه انا هو تحت امرك. تفضل. للدرجه دي؟ قلت لك انا تحت امرك. وده عشان خاطر مين فيهم؟ مش شغلك بقى كده. انت هتتكلم طول الليل ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه وتخلصني؟ هنفذ اتفاقنا بس المرة دي بالشروط بتاعي انا مش زي ما انت فاكرة الينا. الو مين؟ ايزاك؟ في ايه يا ايزاك بتكلم متأخر قوي كده ليه؟ هايدي انا عايز اقابلك دلوقتي حالا. دلوقتي؟ انت عارف الساعة كام؟ مفيش وقت يا هايدي لازم نتقابل دلوقتي حالا في نفس المكان اللي كان المفروض نتقابل فيه بعد بكره. قصدك في؟ ما تكمليش يا هايدي تليفونك مش مضمون. في ايه يا ايزاك؟ المهم تقابليني دلوقتي حالا حالا يا هايدي. خير يا ايزاك مالك قلقتني عليك. هايدي اسمعني كويس الموقف متوتر جدا واضح ان الجنرال بيدبر لي حاجه مش قادر افهمها. يعني ايه؟ مفيش وقت للتفسير يا هايدي. انا بيتهيالي ان الجنرال كشف مساعدتي ليكي وقرر ينتقم مني. ينتقم منك انت؟ قلت لك اسمعيني كويس
مفيش وقت. احتمال اكون غلطان في كل توقعاتي، احتمال. انما لو توقعاتي طلعت سليمه يبقى اكيد هيحاولوا يتخلصوا مني. انا كنت عامل حسابي اليوم زي ده، علشان كده اخدت كل احتياطاتي علشان ادفعهم الثمن غالي قوي يا هايدي. الحقيقه يا هايدي انا عملت كل ده علشانك، علشان احميك انت منهم لو اتطورت الامور وحد فيهم فكر يرمي الشعره واحده منك. اهرب يا ايزاك، اهرب، اوعى تخليهم يحطوا ايدهم عليك. مفيش فايده من الهروب هايدي، مفيش فايده. انا لو هربت ابقى بديهم فرصه ان هم يتهموني بالخيانه ويطلقوا كل جرابهم ورايا. لازم اواجه الموقف هايدي، لازم. بص يا ايزاك، انت لو جرى لك حاجه انا مش هسامح نفسي ابدا. بقول لك احتمال يكون كل ده مجرد وهم يا هايدي، انما لو حقيقه وجرى لي حاجه لازم تعرفي انت هتعملي ايه كويس. علشان كده لازم تسمعيني وتفتحي مخك وودانك. اسمعيني كويس يا هايدي. ما انا لازم اعرف ازاي يا خالد. مش وقته بقى يا طلبة، سيب الواد يفرح بشبكة عروسته. ايوه دي غالية قوي، يعني مش اقل من 120 جنيه. 120 جنيه ايه؟ دي ب 150 جنيه. ياه. بس تستاهل. ومش عايزين نسأل جابها منين وازاي؟ استلفت تمنها. استلفت؟ يا دي العيبة. استلفت 150 جنيه بحالهم؟ هو أنا شوية. ومين بقى إن شاء الله اللي سلفك مبلغ زي ده؟ واحد صاحبي. أنا صاحبي. عنتر. عنتر؟ عنتر بتاع العربية المسروقة؟ أيوه. وده يسلفك مبلغ زي ده ليه؟ وهتسدده ازاي؟ وجاب المبلغ ده منين؟ بعدين بقى دي حاجة بيني وبينه بقى. يعني ايه حاجة بينك وبينه؟ انت خلاص ما حدش عارف يكلمك ولا يحكمك. ويحكمني ليه؟ أنا خلاص خلصت ثانوية عامة وبمجموع كبير وكلها شهر واحد وأبقى طالب في الكلية الحربية. انت فاهم ان ده يكبرك عليا يا ولد؟ يا جماعه استهدوا بالله، مش كده؟ لا كده، انا حر بقى وما بقتش صغير واعمل اللي انا عايزه وبالطريقه اللي تعجبني. يعني لو كان الاستاذ عمرو هو اللي عمل كده كنت هتقولوا له عيب ما يصحش، ولا كنت هتاخدوه في حضنكم وتقولوا له الف مبروك؟ ما تجيبش سيره عمرو على لسانك، عمرو احسن منك مليون مره. لا بقى، انا اللي احسن منه 100 مره. على الأقل أنا هخش كلية الحربية اللي هو فشل إنه يخشها. اخرس! عمرو ما فشلش ولا يمكن يفشل. عمرو راجل، فاهم يعني إيه راجل؟ عمرو مش ممكن يفشل أبداً. أيوه، عمرو مش ممكن يفشل. هذا عقاب الربع من عاقبني على خيانتي إلك. أنا بستاهل كل شيء عم بيصير معي. للأسف يا أرجو، أي كلاب على أضعف وتر فيك قلبك، لغى عقلك وضميرك عشان يتخلص مني وإنك. ماني عارفان كيف عملت هيك، كيف نسيت صداقتك ومودتك. كيف؟ نصيب يا أرجو، محدش عارف الدنيا دي مودي انا فين. يعني انا لما جيت هنا ما كنتش متخيل ان دي نهايتي ابدا. كانت اهدافي اكبر من كده، اكبر من كده بكتير. موسى إلينا. يا كلب يا حقير، انت بتشتمني وانا جاي اتنازل على البلاغ؟ معقول؟ معقول، لان انا هقول هنا انكم خدتوا الشنطه بتاع الفوبيزو اللي هي المجوهرات الفالسو زي ما قلت لكم بالظبط، مش شنطة المجوهرات الحقيقية زي ما تهيألي. فالسو؟ بقى كده؟ سوء تفاهم بسيط. وعشان كده أنا لما عرفت الحقيقة جيت بسرعة عشان نسحب البلاء. وشمعنا بقى؟ موسى، أنا اتجوزت أيكي. إلينا، أنت كيف عملتي هيك؟ كيف صرتي مرت هادي؟ اخرس! الست دي دلوقتي بقت مراتي، أنا ما اسمحلكش تتكلم معاها ولا مرة بعد كده. ليه عملت كده؟ عملت كده ليه؟ اتقتل؟ مش ممكن. مين اللي اتقتل؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ بلغني بالتطورات اول باول. مين اللي اتقتل يا فؤاد؟ مش هتصدق. Apparently it was an act of revenge. Mikhail has been watching him for a while because he considers him the reason of his disability. So we are not suspects. Not at all. But let me tell you, Musa,
You have become an officially unwanted person in Athens. Excuse me, but I'm not responsible for Ike's murder. That's right, but the problems only started when you got here. Excuse me, but you don't have the right to... No. So, what am I supposed to do? Nothing in particular, but who knows what the next problem will be or what consequences it will have. I got you. قرار حكيم يا موسى. وبأكد لك إنك ما رح تندم عليه نهائياً. إسرائيل يا موسى محتاجة دائماً الشباب اللي مثلك. طب بس هتضمن لي إني مش هشتغل في الكيبوتس؟ موسى شاب ذكي مثلك ما بيروح كيبوتس. أكيد 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 يا موسى. ومشان تتأكد إنه رح نوافين جنبك هي تذكرة الباخرة وفيها مبلغ بيخليك تبدأ حياتك من أول وجديد بإسرائيل. يورجو التلغراف ده عايز أبعته للأستاذ يوسف حزقيان في اسكندرية. من عيوني. هو هذا قرايبك يا موسى؟ لا ده رجل طيب كان بيشجعني دايما وبيقف جنبي وطلب مني أبلغه أول ما هاجر إسرائيل. غريبة التلغراف هذا ما فيه كلمة واحدة عن إسرائيل. هدول كلمتين ورد غطاهم. كنت على حق انا في الطريق. ما هو انت عارف بقى المصريين بعد 67 اللي حصل لو سمعوا وقروا كلمه اسرائيل هيتجننوا. والله وحنشتاق لك كتير يا موسى. وانت كمان يا يورجو كلكم هتوحشوني انت ومدام انجيل وايلينا. كلكم يا يورجو كلكم. موسى انت بتحبها لايلينا مش اكتر ما انت بتحبها يا يورجو. عندنا في مصر مثل بيقول اللي يحب يبان في عينيه. عندكم؟ انا من مصر برضو. طيب هي ليش مو حاسه فيني ابدا مدام حبها مبين بعيوني؟ كل حاجه بتاخد وقتها يا يورجو. عموما انا رح اروح ابعت هذا التلغراف حالا بعدين رح اروح اجيب ايلينا. تجيبها؟ تجيبها منين؟ خير يا فؤاد خلطني ليه؟ عمرو بعت برقيه من اتينا للاستاذ يوسف في شركه التامين في اسكندريه. طب وده معناه ايه؟ ده الإجراء اللي كنا متفقين عليه عشان يبلغني إنه هيهاجر إسرائيل. معقولة؟ أظن إجراء بسيط ومنطقي ومحدش يشك فيه لحظة واحدة. خصوصًا إن يوسف طلب منه يبلغه أول ما يقرر الهجرة لإسرائيل. وده هيسهل علينا إن أي تلغراف أو جواب يوصل ليوسف يعدي علينا إحنا الأول. بالظبط يا حسن. دلوقتي بقى نقدر نقول إن المرحلة التانية من العملية مرت بنجاح. وباقي أخطر مرحلة. إسرائيل. حقيقة هتوحشنا كريم موسى. أنا كان نفسي أجي معاك المينا عشان أودعك. لا خالتي ده مش وداع ده سلام بس. موسى وعدني إنه حيرجع تاني. مش كده موسى أنت حترجع تاني صح؟ أحاول يا إلينا أحاول. كل الأحوال طمنا عليك دائما. أكيد هيحصل. رح أتأخرنا خلينا نمشي. طب أقول لكم مع السلامة. أنا مع السلامة كريم موسى. مع السلامة. هتوحشيني هتوحشيني بجد موسى. انت هتوحشني قوي. وانت كمان يا لينا خلي بالك من نفسك. انا مش عارفة هعمل ايه من غيرك. هتعمل كتير. انت ارملة ايكي ورستي كل فلوسه تقدر تعملي مشاريع كتير. خلي بالك منها يا يورجو. من غير ما تقول يلا خلينا نمشي تأخرنا كتير. يلا طب اجي معاكم مينا ممكن؟ بلاش يا لينا انا بحبش لحظات الوداع. حتى دي هتحرمني منها موسى عشان خاطري. يلا يا ركو. يلا قدامك صح سليمة. معرفش بس التدريبات اللي بتعملها دي عنيفة قوي. هتخافي عليا من تدريبات الحواجز؟ بصراحة بقلق عليك من كل حاجة. امال هتعملي ايه لما اتخرج واتجنن واروح الجامعة ويحصل حرب؟ خلاص انا هموت من الرعب. بعد شر عليك ان شاء الله. انا ان شاء الله عدوينا كل بيكره. بتحبيني يا مها؟ لسه بتسأل يا عم. مش بسأل بس عايز اسمعها. بحبك.
والله وانا كمان بحبك وبخاف عليك. ما تخافيش يا ماما، طول ما قلبك معايا مش هيحصل لي حاجه وحشه ابدا. اللهم انصر بلدي وايدها، سدد خطوتها وخد ايدها، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال.